ياف صفية حرفية مختصة في صنع الصابون التقليدي حضرت من تيزي وزو لصافاكس للترويج لمنتوجها. نخدم صابون تقليدي بزيت الزيتون لانغريديون برينسيبال. نخدمو بزاف زيت زيتون ونزيدو زيوت اخرى كيما زيت جوز الهند لوز الحلو دونك نخلطو شويه هذوك الزيوت مي بزاف زيت زيتون. المعرض جمع نساء فلاحات من بعض الولايات، تجربة تستحق التشجيع من ولاية برج باري ريش. هي اللي راهي تقوم بالعمل تاع الفلاحة، يعني هذا كلية هي اللي خدمته، تنتج الأشجار هذه يعني، وأنا قضية مساعدة برك. خدموا على زيت زيتون بكر ممتاز طبيعي، زيت زيتون ومشتقاته، زيت اليبس كما نقولوا بالدرجة وزيت المصبر الأخضر. نسو معارض كما هادو ما يفيدونا بزاف باش نبارطاجيو الحرفة لنا نديروها وتزيد تنتشر أكثر وأكثر ونفيدوا بها مام غاشي وحد أخرين. الوزيران بعد الاستماع إلى انشغالات العارضات وعدا بالتكفل بها. النساء اللي متعلقين بالقطاع الفلاحي وخصوصا التنميه الريفيه اللي ان شاء الله ينخرطوا في تعاونيات اللي يكون فيه انسجام اكثر واعانه اكثر من طرف الدوله. احنا رانا نشجعوا الان في هذه التعاونيات الفلاحيه حتى تشمل على المستوى الوطني، حتى تكون فيه انخراط اكثر للمراه الريفيه في شكل تعاونيات فلاحيه ويكون انتاج مؤطر وانتاج وفير. كما تم تكريم ثلة من الإطارات النسوية العاملة بقطع فلاح.